من هناك. من هنا؟ وصلنا. حسنا. ستنزع الأصفاد؟ سأشترك. تشترك؟ مهما كان ما ستعثر عليه، أريد جزءاً. اتفقنا أن تدخلنا وتخرجنا من هنا، وهذا كل شيء. فقط أخاطر بنفسي من أجلكم. وريف يدفع لك أموالا كثيرة لتعويضك. صحيح، لكن ليس بما يكفي. قيل لك ألا تفتح هذا. أجل، وقيل لي أيضا ألا أقبل رشاوى، وألا أجلب أحدا هنا، وألا أضرب السجناء، ولكن نحن هنا. حسن، لكن احترس، عمره 300 سنة. كنت عضوا في طاقم الكابتن هنري إيفري، هل تعرفه؟ كان قرصانا. القرصان الذي قام بأكبر سرقة في التاريخ ولم يعاقب. قرأت عنه. هذا رائع. ذهب وجواهر قيمتها 400 مليون دولار، كل هذا من سفينة واحدة، اسمها غانزوي. نعم، أنا أعرف القصة. ما مغزى كلامك؟ أنا في أعلى زنزانة في سجن الإسبان. ها هو، آمل أن تصل إلى هذا المكان الجهنمي ذات يوم وتحمل صليبي وتكتشف ثروات النعيم. ماذا؟ ماذا تريد؟ ثروات النعيم. إنه مجاز. لا 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 لا، لم تدفع المال للوصول إلى هذا المكان الجهنمي بحثاً عن مجاز. أريد جزءاً. حسناً، سأخبرك. سأفحص زنزانة السجن، إن كان لا يزال هناك أي شيء بعد 300 سنة، ناقش ريف في هذا. هيا. الخطاب. من فضلك. كيف ستصعد هناك؟ سأتسلق، إلا إن كنت تريد التسلق بما أنك تريد الاشتراك. لا تكسر عنقك. أجل، أنتوي هذا. هل أحضرت ما طلب؟ نعم، أخفيتها هناك تحت الطاولة بجوار الصناديق. وجدتك، سهل جدا. ماذا يوجد هنا؟ أحتاج لعتادي. ها هي الزنزانة، كيف أصعد إلى هناك؟
بينجو، الآن مستعدون. ها نحن ذا. نحن ذا. أستطيع التزحلق هناك وأتعلق بالعارضة. لننتظر حتى يعرف سام بالأمر. إلى الأمام والأعلى. يجب أن أعثر على أعلى زنزانة. لا أصدق أنه كان هناك عشرات القراصنة محتجزون في انتظار الإعدام. حسناً، إلى أين؟ أصدق أن المكان لا يزال موجوداً. عرف الإسباني كيف يبني سجناً قوياً. كم من القراصنة مات هنا؟
حسناً، لن أكذب. هذا رائع. سام يفوته الكثير. ها نحن ذا، زنزانة بيرنز. زنزانة، بل جناح فاخر. حسناً، أين البداية؟ كل هذه الخربشة والخدوش تعني شيئاً. الشمس والقمر، رموز الكيمياء للذهب والفضة. مهلاً، رأيت شيئاً كهذا على الخطاب. ها، هذا جزء من الرمز. ها هو النصف الآخر. إذن هكذا أفضل. يوجد رمز علم الأبراج، برج القوس، ورمز العقرب. ليس هذا؟ ليس هذا أيضا؟ لا شيء. لا، عشرة واثنين، اكس واي اي. فلتنظروا لذلك. دجنا فاكتس ركيبمس. هذا كل شيء. حسناً، وقت الرجوع. يجب الانتباه في المشي. Thank you.